أحبائي المشاهدين في قناة أغابي برنامج عائلتي، أهلا بكم ومرحبا في لقائنا الأسبوع اللي بيتجدد على شوق. بننتظركم من أسبوع لأسبوع، كل قلبنا مفتوح لكم. بنعيش الأسبوع كله نجمع في المواضيع الهامة اللي تهم كل فرد من أفراد الأسرة. قلبنا مفتوح لكم وبننتظركم على شوق. يا رب تكون المحبة دي واصلة لكم، احنا كمان حاسين بمحبتكم في الجوابات والميلات اللي بتوصلنا كل اسبوع، الكميات الجميلة دي والتليفونات المتتالية والمتواصلة. احبائي، موضوعنا النهاردة موضوع شيق ومهم، موضوع تربوي لكل اب وام بيسمعوني، لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، حتى لكل ابن قاعد بيسمعني. بدعو كل افراد الاسرة تقعد قدام التلفزيون معاك ورقة وقلم جاهزين كالعادة. موضوع ساخن، موضوع مهم، موضوع خطير. انتظروا عنوان الموضوع بعد فاصل صغير. أحبائي المشاهدين، عنوان موضوعنا النهاردة استكمال لسلسلة ابتديناها قبل كده اسمها لا تغيظوا أولادكم. أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، عاوزين نبطل نغيظ أولادنا. على فكرة الكلام ده مش لبابا وماما بس، لكل ابن بيسمعني. لو ابنك قاعد قدام التلفزيون دلوقتي انا عاوزه يسمعني، عشان عاوز ابنك يشاركك، عاوز ابنك يقولك يا بابا من فضلك عاملني حلو. دي مش دعوة للتمرد، دي دعوة للحوار، دعوة للقلب المفتوح. بس لما تقول كده لبابا اوعى تقولها له بشماتة، واوعى تقول له ها شفت سمعت الدكتور قال ايه، ها لا، مش باللغة دي، بلغة الحب والتفاهم. تقول له بابا انا محتاج لك، انا محتاج اسمع حاجة غير كده. اذا كنت فاهم ان بالطريقة دي انت بتحبني، لا انت مش ب... انا مش ب... انا بقى بتعب بتجرح. تقولها له باللغة الحلوة دي، وافتح بينك وبينه قناة. قول له بابا انت لما بتعمل كده بتوجعني، انت بتعمل، انت عارف زي ما اكون انا دكتور بكشف على حد وبحط ايدي على بطنه يقول لي اي الحتة دي بتوجعني. قول لبابا اي من فضلك، قول له ماما انا موجوع، قولي لماما انا تعبانة من الحتة دي. واذا فتحنا قنوات الحوار صدقوني بيتنا هيتحول الى الصورة الجميلة اللي المسيح خلقه عليها، الجنة الجميلة بتاعت جنة عدن، وضع الرب الإله آدم وجبله في جنة عدن يعملها ويحفظها. لا تغيظوا أولادكم، ما زلنا في هذا الحوار الهام. اوعى تغيظ ابنك، اوعى تغيظي بنتك. ها البنات والأولاد بيقولوا عليكم كلام يا بابا وماما، كلام مش حلو. عاوز تعرف بابا وماما محبوبين قد ايه، شوف ولادك بيقولوا على ايه في ظهرك، بيقولوا ايه عليك في ظهرك. يا بابا وماما اللي بتسمعوني، ولادكوا دول قرة عينك. الكنيسة علمتنا كده في صلاة الإكليل، في الوصية اللي بتقولها لك، يقر بهم الله عينيك. دول دول أغلى عطية في الدنيا، ده البنون ميراث من الرب. ربنا دول مش ولادك، ده ربنا مستأمنك عليهم، بيقول لك خدهم فترة صغيرة ربيهم ورجعهم لي تاني، دول أمانة. وولادك دول اللي انت بتتعب في تربيتهم هم اللي هيكونوا رجال المستقبل وبنات المستقبل، دول اللي هيفرحوا عينك، دول اللي هيسندوك لما تكبر، دول اللي هيشجعوك وهيقفوا جنبك، دول اللي تفتخر بيهم قدام الناس. ربيهم حلو تحصد ثمار حلوة، ما تغيظهمش. كلمنا في المرة اللي فاتت على عناوين الغيظ الكتيرة، عاوزين النهاردة نقول لا، احنا هنشجع، احنا هنبني، احنا مش هنهدم. البناء صعب، الهدم سهل، لا يلا نبطل نهدم. المرة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع جرح مشاعر الآخرين، واتكلمنا على حساسية ولادنا. النهاردة نتكلم على كلمة تانية في الغيظ اسمها الإحراج. ما تحرجش ابنك. مواقف كتيرة بخش أنا في بيوت كتيرة، يبقى ابني جاي أو بنتي جاية، في مواقف بحضرها بابا موجود وماما موجودة، وبعدين نفاجأ إن بابا وماما حطوا الولد في موقف محرج. مثال، قول لنا حبيبي ترنيمة أنت حافظها، سمع لنا لحن، قول لنا قصة، انت كنت بتحكي قصة وانت موجود. الولد الصغير اللي عمره 3 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين يفاجأ انه اتحط في موقف من غير استئذان، محدش خب. عشان تفهمني، انت قاعد دلوقتي في اوضة النوم نايم، خلاص فجأة راح واحد فاتح عليك الباب مرة واحدة، او قاعد في اوضة مكتبك، او قاعد في شقتك، وفجأة واحد راح داخل، تقول له ايه؟ مش تخبط؟ مش تستأذن؟ هي وكالة من غير بواب؟ إذا كنت أنت بتقول لواحد كده هو ابنك وكالة من غير بواب، تخش على طول كده؟ استأذن بعد إذنك، تحرجوش. أنت تحب حد يحرجك؟ تحب حد يحطك في الموقف ده؟ طب الولد نفسيته صغيرة ومرهفة، مش عاوز يقول، مالوش مزاج، مكسوف، حط أي عنوان، لا قول، لا قول، لا بابا هيزعل، لا ماما هتزعل، لا اللي ما بيسمعش كلام بابا بيروح مش عارف فين، ملهاش لازمة. المسيح لكل المجد في لقائه مع يوحنا المعمدان يقول له أروع
كلمات سجلها لنا الوحي. يا سلام في لقا 3 لما يقول له لو سمحت اسمح الآن. شوف الذوق، ربنا بيستأذن من بني آدم بيقول له لو سمحت، بعد إذنك ممكن هضايقك. هو عيب انك تقول لابنك لو سمحت؟ عيب انك تقول لبنتك لو سمحت؟ تهرجيهوش، ما تصغريهوش. ولو قال لك لا خلاص في وقت تاني. وعلى فكره هتكتشفوا حاجه جميله قوي، ان احيانا تقول لابنك، في طبعا مرات يعند وما يقولش براحته، وفي مرات يلف ويدور ويلف ويدور يرجع يقول لك بابا هقولها لك، خلاص اهلا وسهلا. يعني احيانا لما نسيب لهم مساحه من الحريه بيردوا لنا الطلب اللي طلبناه رد ايجابي، يقول لك خلاص يا بابا حاضر هقولها لك. عشان كده حبايبي اللي بيسمعوني الصغيرين، احنا بنحترمكم جدا، بنحبكم جدا، بابا وماما بيحبوكم. بابا وماما لو سمحتوا كلام ليكم، كبروا ولادكم تاني. كل ما تكبر ابنك وتحترمه، كل ما تحطه في مكانه عاليه، كل ما هو يبقى ايه مشرفك ومنور عينيك. ما ننساش مره قصه حصلت، القصه دي انا عصرتها قصه، يعني عاوز كل اب وام يسمعوني وانا بحكيها. القصه دي حصلت مع احد الاباء الاساقفة، انا كنت حاضر هذا القداس، سيدنا موجود. هو سافر السماء دلوقتي، احد الاباء القديسين المعاصرين. وبعدين سيدنا موجود في القداس مع الاباء الكهنه ومع طبعا جمهور من الشمامسه. وبعدين ولد صغير شماس 6 7 سنين مش فاكر بالظبط، لكن الكل فاكر ان هو كان بيكعبل في التونيا، يعني كمام طويله وتونيا طويله وبدرشان طويل وسندوه بالعافيه عيني الواد عمال يك صغير. وطلع عشان يقول، طلعوه يقول في تقدمت الحمل، قبل الحمل بنقرا المزامير، فسيدنا موزع المزامير او الشماس موزع المزامير وطلعوا يقرا صلاه الساعه 6. طبعا الولد الصغير مسك الاجبيه وفتحها، بص يا عيني اتوهم اتوحل سيدنا والاباء والشعب والكنيسه، وحطوه قدام الميكروفون، وده يا عيني جات له كتمه نفس. قعد يلجلج ويتهته ويكح ويتنهنه وايه، وابتدى يقرا بالراحه هو بيقول. فلما ابصر الجموع واتلبخ لبخه وسكت. طبعا الشمامسه بقى كل واحد ما شاء الله يسد عين الشمس، واحد يقول له فلما، والتاني يقول له فابصر، والتاني يقول له الجموع، والتالت يقول له ما تتكلم، والتالت يقول له هلا، والتالت يقول له خلص. الواد يا عيني بقى عامل زي العصفور المبلول في وسط الميه، سكت قفل. سيدنا تربوي جدا جدا، موقف يعني درس جميل قوي قوي. راح نازل يا جماعه بس محدش يتكلم خالص، سيبوه يقول براحته. وراح نازل واخد الولد في حضنه كده جنب الميكروفون، قول حبيبي، او يمكن بعد ما اتكلم كلمتين راح سحبه كده من وسط الناس، وقفوا جنبه وحطوا وشه لوش الناس، زي ما صدقوني زي ما المسيح عمل، اقام ولدا واحتضنه وقال لهم من قبل ولدا مثل هذا باسمي فقد قبل. نفس الكلام بالظبط مسيح بيكرر نفسه في اولاده. الولد شعر بالامان وابتدى يقرا بالراحه. فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل بالراحه خالص، يمكن خد في الانجيل ده لوحده حوالي 10 دقائق. طبعا انتوا عارفين القداس طويل والصلوات طويله، عشان واحد ياخد في انجيل في حته في باكر 10 دقائق كتير قوي قوي قوي. لكن صدقوني لا انسى هذا التعليق، وقف كده سيدنا ومسك الميكروفون قال لهم احلى انجيل سمعته في حياتي. عارفين ليه؟ ليه؟ لانه اتقال بالراحه، انتوا كلكم بتكروتوا، لكن ده قال الانجيل صح. برافو حبيبي، راح واخده في حضنه ومديله بوسه. تفتكروا الولد ده هيبقى ايه لما يكبر؟ يا خادم، يا شماس كبير، يا مرنم حلو، يا ابونا، يا راهب. ليه؟ تشجع تشجع، محدش احرجه. اوعى تحرج ابنك، اوعى تقلل ابنك قدام الناس. الاحراج ممنوع، الاحراج استأذن، خبط. لو ابنك بياكل وتحب تاكل دي ولا دي، بيختار علمه يختار، بينزل معك تيجي معايا ولا تقعد في البيت، خليه دايما حاسس انه على راحته. كل ما النفس بقى وجهه، حتى لما تيجي توجهه وجهه بالراحة. في الحاجات اللي ما فيهاش صح وغلط سيبه ينطلق على راحته وعلى فطرته وعلى سجيته. الحاجة المهمة التانية، كلمنا على الإحراج، والمرة اللي فاتت كلمنا على جرح الشعور، النهاردة كمان حاجة تالتة من غيظ الآباء للأبناء، أنا بسميها نشر العيوب بين قوسين، اسمعوا التعبير ده، المنجد. في بابا وماما بيشتغلوا شغلانة المنجد، عارفين المنجد لما ينفض المرتبة يحيك ويحينا ربنا. في أب وأم يمسكوا الولد زي المرتبة،
يا ينفضها بالمنفضة قدام الناس، يا إما بقى لو كان منجد، ها منجد منجد يعني، يفك المرتبة ويطلع القطن وإيه ويهويه ويديله بقى يوزعه في الأوضة كلها عشان يهويه. بابا وماما أحيانا بيشتغلوا شغلانة المنجد، يوزعوا عيوب الولاد قدام الكل، جرح المشاعر وتوبيخ الأولاد أمام الآخرين، ما يحللوش يوجه ابنه إلا قدام الناس، ما يحللوش يقول عيوبه إلا لما الناس تتلم. طبعا هو ماشي طول الوقت يقول ده، في كمان آباء يعملوا قدام الناس ويعملوا كمان من ورا أولادهم. يعني أنا فاكر ولد، لا مش ناسي يعني، مرة ولد بيقول لي بابا طول النهار يقول لي إن ما أنتش فالح. طب بعدين قال ده بابا بيعمل حاجة بقى متفوقة على نفسه، تفوق على نفسه. قلت له ايه؟ قال لي مره قايم بالليل اشرب، دنيا ليل وقايم يشرب، فمعدي في الطرقه رايح الحمام، وهو رايح الحمام تلاجه جنب الباب كده، رايح يفتح باب التلاجه ويشرب، وبعدين اوضه النوم في النص، فسمع بابا بيقول لماما انا مش قلت لك ان الواد ده مش فالح؟ يعني الولد سمع بابا بيتكلم عليه في غيبته. المنجد ما يختلفش عن المنجد الاولاني، بيعمل ايه؟ بينفض القطن، بينفض الولد. هو فاكر كده انه بيربيه، هو فاكر كده، بابا وماما فاكرين كده. لكل اب وام بيسمعوني، لكل اب وام اشتغل شغلانه المنجد، بقالك قد ايه بتنجد في ابنك؟ ها شهر اتنين، سنه اتنين، عملت ايه؟ طلعت مصارين المرتبه، بس يمكن المنجد بيلم القطن يرجعه تاني، لكن حضرتك عمال تعمل ايه؟ تفرتك في القطن، تفرول في القطن، توزعه. ابنك اتبعتر، انا اسف في التعبير، بنتك اتبعترت. ليه؟ حست انها متقطعه من جوه. عارف بنتك دي لما تكبر، عارفه بنتك دي وابنك ده لما يكبر هيعمل كده في ولاده، وهيعمل كده في مراته، وهتعمل كده في جوزها، هيقعدوا طول الوقت ايه؟ ها المنجد دي بتنفض جوزها قدام الناس، وده بينفض، انا اسف التعبير، مراته قدام الناس. ما ينفعش يا جماعه. نفسك تكلم ابنك وتوجهه، احترمه برضه، خده على جنب، قول له اللي انت عاوزه، وقوله له بمقدمه حلوه، عارف انا بحبك قد ايه وبعزك قد ايه، لكن دي غلط اللي انت عملته، ربنا تمني عليك، انا لو ما وجهتكش وما علمتكش الصح مش هتحبني لما تكبر. ما تجرحوش قدام الناس، ما تكسفوش قدام الناس. تعلموا الدرس ده من المسيح في انجيل لوقا 7 العدد 40، ايه جميله جدا، قيلت على رب المجد يسوع. شوفوا ازاي وجه، تعبير جميل قوي قوي اتقال عنه. القصه بتحصل في بيت سمعان الفريسي، ده صاحب العزومه، صاحب الدعوه. سمعان الفريسي عمل عزومه لرب المجد يسوع، جه عنده عمل له عزومه اكل جميله جدا، وهو في وسط العزومه المسيح متكئ. انتوا عارفين زمان كانت ترابيزات الاكل كده تبقى محطوطه بس اوطى من دي شويه، فالناس كانت تقعد وتتكئ، يعني تركن على دراع وتمد رجليها وراها، كان يبقى زي شلت محطوطه حوالين الترابيزه، طبعا ترابيزه طويله بطول الاوضه، ها تمد رجليها من ورا كده. وكانوا احيانا اثناء الاكل يسموه المتكأ، حتى يجي العبد من ورا واثناء ما الناس بتاكل يعمل لهم خدمه كده، ايه يغسل لهم رجليهم. فتبص تلاقي واحد مدد رجليه وده يعدي من وراه وهو بياكل عادي كده، بياكل رجليه جنبه كده هو متكي، يبتدي يغسل له رجليه وينشفهم له، خدمه كيعني نوع من انواع الاكرام للضيف. فالمسيح قاعد متكئ، عشان لما تقرا كلمه متكئ تبقى فاهمها. وبعدين نفاجئ انه دخلت القعده دي من غير دعوه ولا حاجه، واحده ست خاطئه، وكانوا بيعرفوا منين زمان انها خاطئه، كانت تبقى مسيبه شعرها، المراه اليهوديه تغطي شعرها دايما، فعرفوا دي علامه زمان كانت الناس تعرفها ان كشف شعرها غير دلوقتي طبعا، كشف شعرها كده بشكل معين وتسريحات معينه يعرفوا انها حتى اصباغ والوان دي خاطئه، فكانت معروفه. دخلت الست من وراء المتكأ، لقت رجلين المسيح، شافتهم ما صدقتش روحها، راحت منهارة في البكاء، دموع بعنيها وتنشف بشعر راسها. طبعا الناس تزمرت، مين دي الخاطئة اللي داخلة بالمنظر ده وتتكئ كده جنب المسيح وتعيط؟ ايه ده؟ وازاي تلمسه؟ ده كان الست دي نجسة. المسيح بقى ايه الموقف ده اثر فيه جدا جدا، الحب بقى، طاقة الحب الرائعة دي اللي عملتها الست دي، وأرى نية سمعان وأرى نية الناس. سمعان يقول لك قال في قلبه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته إنها لخاطئة. وبالمناسبة دي بنقراها في صلاة نص الليل، القصة دي من القصص الجميلة اللي عشان بتتحط في نص الليل عشان قصة التوبة. المسيح عاوز يوبخ سمعان بقى قدام الناس؟ لا، مش المسيح اللي يعمل كده،
لا ما ينفطش ال 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 الخطية بتاعت سمعان قدام الناس، يحرجوا ويضايقوا وما ما تتوبوش دي، ما ترجعوش دي، تحرجه وتخليه يعني دكتور ويعاند وفي العند يتصرف بتصرفات حمقاء. يروح المسيح يقول كده، شوف التعبير الكتابي يقول كده في لوقا 7 عدد 40، يقول كده: فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. بينه وبينه طبعا واحد يقول لي عرفت منين انها بينه وبينه؟ اصل دايما كان رئيس المتكأ يقعد وجنبه اقرب ضيف، فالمسيح اللي جنبه على طول سمعان، فاتكلم المسيح مع سمعان جنب بعض، انهم قريبين من بعض مش قدام الناس. والدليل على كده ايه؟ انه مسك سمعان في ودانه قال له الكلمتين اللي عاوز يقولهم له. فعدد 48 من نفس الاصحاح بتاع لوقا 7 يقول كده: بعد ما كلم سمعان محدش سمع، ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. يبقى شوف هو كان بيكلم سمعان وينبص للست وقال لها: مغفورة لك خطاياك. طب الناس اللي قاعدين سمعوا ما سمعوش غير كلمة مغفورة لك خطاياك. يقول كده الكتاب: فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ يعني الناس ما سمعتش غير كلمة اللي اتقالت للمرأة الخاطئة: مغفورة لك خطاياك. كل الكلام اللي كان بينه وبين سمعان كان كلمة إيه؟ كان كلمة في السر. وبخوا بينه وبينه: يا صديقي الأب، يا صديقتي الأم، لكل واحد بيسمعني، ما تكسروش ولادكم، كبر ابنك، ما تجيش قدام الناس وتحرجه. ده أنا بشوف آباء صدقوني حاجة، يعني سمعت شكاوى من الولاد: لو فاضيين تعالوا اقعدوا معانا اسمعوا ولادكم بيقولوا ايه. يا ما ولاد بيقولوا ليه: اتضربنا قدام الناس، واتشتمنا قدام الناس، واتطردنا قدام الناس. ما فيش كده في الدنيا، ما فيش تربية كده. انت كده بتكسر، كده بتحطم نفسه، بتغيظه، والولد المتغاظ ده هيطلع ينتقم منك. ما هو ينتقم منك، اقول لك ينتقم منك ازاي؟ المذاكره ابسط حل. مره ولد لذيذ يقول لي ايه، بيقول لي: انت فاكر ان بابا هيعرف يغلبني؟ قلت له: امال ايه يا حبيبي؟ قال لي: هو يضربني من هنا وانا اطلع اغلس عليه في المذاكره. بيغلس في المذاكره، في الصرف، في الشراء، يجي قدام الهدية الغالية ويشتكي، وهو مش بيعمل كده وعيا، لا شعوريا، هو بيتصرف كده كرد فعل. هو انت عاوز فعل من غير رد فعل؟ انت تزرع الصبح تنجيد وتنفيض وضرب وإهانة، هو بالليل يزرع لك غيظ. لا تغيظوا عشان ما يعني لكي لا تغاظوا، عشان ما تتغاظ. ارفع راسه قدام الناس. احبائي، كبروا ولادكوا، ما توزعوش عيوبهم بالتساوي على الناس، استروا عليهم عشان ابنك يطلع محتفظ بماء وجهه، بكرامته، باعتزازه بنفسه، بثقته بنفسه. نلتقي بعد الفاصل. كبر ابنك، كبري بنتك، وحمليهم مسؤوليه. انتوا ملاحظين حاجه انا بكررها كتير؟ كل العناوين اللي انا عمال اقولها بتتلخص في كلمه واحده: احترمه، كبره، ثق فيه. كتير من الاولاد والبنات يشتكوا لي: بابا ما بيثقش فيا. هتني طول عمري صغير في نظرهم، هعدي الشارع امتى؟ دايما لغايه لما كبرت ماما عماله تعديني الشارع وتجيبني من الشارع، لازم تثق فيا. ماما خايفه عليه وبابا خايف عليه، امال امتى هبقى موضوع ثقه؟ ما هو ابنك ده هيكبر ويشتغل ويسوق عربية، ما هو لازم ترميه. مرة ولد بيقول لي تعبير ظريف جدا، بيقول لي: ان بابا دايما ما بيثقش فيه ها، فبيقول لي كده تعبير ظريف، بيقول لي كده: نو دينجر نو فن، يعني ما فيش خطر وما فيش مسؤولية، ما فيش فن، مش هبقى مبسوط. ولد حلو من ابنائنا في المهجر. يعني هو صح كده، ولادك عاوزين يحسوا بالثقة. طبعا الثقة، ما تفهموش كلامي ان انا ارمي ابني في النار واديله يعني مخاطر لا، ثقه مدروسه، ثقه معروفه، ثقه محدده، ثقه بعد تدريب. اشجعه يعمل كذا ويتصرف كذا. انا لا انسى مره، يعني وانا اول مره اتعلمت فيها سواقه، فوالدي ركبني العربيه، اول مره احط رجلي في عربيه، العربيه بتاعته زمان بقى، عربيه وطلعت من باب الجراج، وانا طالع من باب الجراج شارع عمومي، اول ما طلعت عربيه مطافي، ربنا يحييك وتشوفها،
قد البولدوزر دب راحت داخله في الباب بتاع العربيه، وهو اللي غلطان بتاع المطافي طبعا. الراجل طالع ماشي في الشارع وما بيوقفش على محطات، وانا طالع من شارع رئيسي هو جاي من شارع جانبي وراح خبطني في الباب. اول مره سوق عربيه طبعا. كان ممكن يوميها تنتهي علاقتي بالعربيات ويمكن بالكره الارضيه كلها. فلا انسى والدي بمنتهى الخافش يا بطل، مش حاجه عادي، اذا ما اتخبطتش مش هتبقى سواق كويس عادي. وعدى اليوم جميل جدا ولا في حاجه، وتاني يوم سقط العربيه ما تخافش وقعد جنبي. امال امتى هنتعلم؟ ما هو لازم بس طبعا بالعقل بالتدريب. انا مش بقول الكلام ده ترموهم في الخطر، انا ماشي صح واتخبطت ماشي علمه وقف جنبه ثق. عايز افكركم بقصه جميله قوي حصلت في التاريخ. لولا ثقه الكبير في الصغير لما سمعنا في التاريخ عن ابطال قصص كتيره، لكن انا احكي لك قصه واحده عشان الوقت. في القرن الثاني الميلادي البابا توفيرس البابا 19 قاعد بيتفرج من شباك الـ البيت اللي هو ساكن فيه. فالبابا توفيرس بيبص كده فلقى طفل صغير على شط النهر ماسك اصحابه بيلعب معهم لعبه ابونا بيعمد. ايه لعبه ابونا بيعمد؟ اصحاب الصغيرين دول يجيبهم عند الميه ويغطسهم ويرش عليهم ميه ويرشم عليهم الصحابة. عامل نفسه ابونا هو طفل صغير. فالبابا توفيلس عجبته القصه دي خالص، راح نازل واحتضن هذا الولد ورباه وكبره. عارفين مين الولد الصغير اللي كان ابن يعني سنوات صغيرة اللي كبر ده بسبب الثقة اللي أعطاها له البابا؟ هو البابا القديس العظيم أثناسيوس الرسولي. لولا احتضان الكبير ليه وثقته، هذا الشماس الصغير اللي كان عمره 19 سنة وقف في المجمع بتاع نيقيا هو اللي يحط قانون الإيمان اللي احنا بنقوله لغاية النهاردة. قانون الإيمان بتاع بالحقيقة نؤمن، تم تكليف أثناسيوس الرسولي وهو عمره 19 سنة بوضعه. عملنا أبطال. عشان كده أنا عاوزك تخلي ابنك بطل، اديله ثقة وشجعه. ماما هاتي بنتك تساعدك، خلي ابنك ينزل معاك، لو بتشتغل يروح معاك الشغل، في البيت في الـ في الـ في العربية في النادي في الكنيسة، شيلهم مسؤولية. هتكتشفوا أن ولادكم موضع ثقة، ولما تدوهم ثقة. لكن انت صغير انت ما بتفهمش. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. احبائي احترموا اولادكم وكبروهم، اوعوا تغيظوهم، عشان اولادكم دول هم رجالة المستقبل وبنات المستقبل العظيمات. نلتقي بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين في برنامج عائلتي، مرحبا بيكو في الفقرة الخاصة بتاعت جواباتكو، ميلادكو، تليفوناتكو. حقيقة عندنا جوابات كمية يعني بتزداد أسبوع وراء أسبوع، يعني أرجو أن محدش يزعل مننا إذا تأخرنا شوية عليكو. النهاردة عندي ميلين عاوز أقراه لكو. الميل الأولاني أختنا الحبيبة مريم بتقول بتشكرنا، وإحنا كمان بنشكرك على تواصلك معنا، وبتقول البرنامج بتاعكو حلو بس للأسف بابا وماما مش بيعملوا بأي كلمة من اللي حضرتك بتقول عليها. وبتقول أنا عندي مشكلة أن بابا وماما باستمرار بيتخانقوا على الرغم أنهم اتجوزوا عن حب، مش عارف حب إيه ده، شكله يعني حب من بتاع العسل الأسود يعني، وبيتخانقوا من طفولتي وتوصل الخناقات لحد الإهانة والضرب والطرد، وأنا تعبانة جدا بسبب كده. ديزر كان شهر عسل ملبك ولا حاجة. خايفة جدا جدا من موضوع الحب والجواز. أنا نفسي بابا وماما اللي بيسمعونا في كل بيت، يعني إذا مريم متألمة ياريت الألم ده يتحول إلى يعني رسالة لكل أب وأم. شوف أنا خايفة من الجواز، ده الكلام اللي قلت لكم كذا مرة. أنتوا بتزرعوا في أولادكم الخوف من الجواز، الخوف من المرأة، الخوف من الراجل، الخوف من الخروج من البيت، الخوف من الشغل. هي بتكمل تقول حتى أني قافلة جدا على قلبي ضد أي مشاعر، خايفة تحب، لأن لو اتحبت أو حبت في الحالتين سواء تتحب أو تحب هتعيش نفس البيت ده، ما هو الصورة دي هي الصورة المكررة.
وبعدين بتقول الشغل بقى صعب عليا جدا، والحياة صعبة مش عارف أعيش، وجالي اكتئاب وحاولت أموت نفسي، بس ربنا حافظ عليا وأخد الدواء وقالت لي اسم الدواء، وما عملش حاجة طبعا، لأنه العلاج مش الدواء، العلاج طبعا بالإضافة للدواء لازم يبقى الجو المحيط بيها جو حلو. بتقول أنا آسفة أن طولت عليكم، أنت ما طولتيش حبيبتي، أنت حكيتي مشاعرك. وبتقول يا ريت تردوا عليا ولو بكلمة، نفسي أحس أن ممكن حد يشعر بيا، وكتب لنا كلمة شكرا. يا أختنا الحبيبة العزيزة، إحنا حاسين بيكي، عاوزين نقولك إحنا معاكي وقلبنا معاكي. هتمشي في خطين حبيبتنا العزيزة. الخط الأولاني إن أنتي تكلمي بابا وماما بقلب حلو وبثقة، وتقولي لهم بابا وماما أنا بحبكم ومش عاوزة أشوفكم كده، حتى لو نفسكم تعملوا حاجة اعملوها مش قدامي، لكن الأحلى إنكم تتفقوا متخانقين في إيه، وخليك حمامة سلام بينهم. ربنا يساعدك ويديكي نعمة ويقويكي تشتغلي الشغل. أنا عارف إنه اتكتب على بعض الأولاد ها إن هم يكونوا معلمين لأبائهم. الحقيقة إن المفروض الأب يبقى هو معلم ابنه والأم معلمة بنتها، لكن للأسف يعني ولادنا الصغيرين بنحملهم الهم بدري، بنخليهم هم اللي يعلمونا وهم اللي يتولوا مسؤولية تقويمنا، مش أحسن حاجة؟ بس ربنا يساعدك. الخط التاني امشي في خط الصلاة. انا عايز اقول لك ترمي في حضن المسيح صلاة، قولي له يا رب البيت ده اشتغل فيه، كلمي ربنا، كلميهم عن وحطي الموضوع بكل قلبك في روح الصلاة، وكأب اعتراف او الخدام بتوعك، وشجعيهم يجوا البيت ويملوا البيت صلاة. خدي الطرف الاكثر ليونة، خديه معاكي في اجتماع في كنيسة مع الصلاة والحب، لازم المسيح هيشتغل. كتاب بيقول كده: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وأنا يعني هنصلي معاكي وربنا هيديكي نعمة، وقلبك الحلو ده اللي مليان ألم ربنا مش هينساه، وعشان خاطر الحب اللي هتقدميه ربنا هيشتغل في بابا وماما ويفرح قلبك بيهم. في ميل تاني الحقيقة، الميل ملوش علاقة بالتربية بس عجبني قوي قوي، يعني نفسي أقرأ الميل ده للناس اللي بيسمعونا في كل مكان. بتقول لي: أنا كريستين من الشرقية. أهلا بك يا كريستين. بتقول لي: بشكرك على البرنامج، أنا عندي مشكلة. اسمعوا مشكلة كريستين اللذيذة، هي ميل مميز يعني. بتقول لي: كل الملابس دلوقتي عبارة عن بودي ضيق قوي وقصير، ومش مهم الحشمة، مش لاقية لبس محتشم، وأنا بطلب من حضرتك، بتقول لي يعني مناشدة المصانع المسيحية للملابس بإنتاج ملابس محتشمة طويلة وواسعة في محلات معينة على أن تدلنا عليها وشكرا. كريستين انا سعيد بالميل بتاعك. انا طبعا مش هقدر اكلم المصانع المسيحية تعمل ملابس محتشمة، ان يعني الموضوع مش بالبساطة اللي انت بتطلبيها، لان انا معجب جدا بطلبك ده، يعني انك انت عاوزة تلاقي ملابس هتلاقي صدقيني. يعني انا عارف ان بناتنا الحلوين لما بيروحوا المحلات عينهم الحلوة النقية بتنقي الحاجة المناسبة، بس عاوزة شوية لف يعني. بس هو المطلوب مننا نتنازل شوية، يعني نتنازل شوية عن ايه؟ عن الموضة بقى اللي هو ايه اخر موديل والناس كلها لابسة كده، والسنة دي برتقاني، والسنة الجاية ابيض على بني. يعني عايز اقول ايه نتنازل شوية، مش لازم نلبس قوي على الموضة، المهم نلبس اللي يمجد ربنا. جسمك زي ما انت عارفة عطية من ربنا، جسدك ده مش ملكك ها، والجسد اللي مش ملكنا ده ما نقدرش نهينه بكشفه. فكل ما نعيش في الاحتشام كل ما نمجد اسم المسيح. انا بشكرك على الميل ده، وطبعا من هذا المكان بشجع كل واحد بيعمل ملابس او في مصانع او غيره بيسمعنا يحقق لنا رغبة كريستين، واحنا يعني بنشكرها وبنشكر كل من يستجيب لهذا الطلب. ارسلوا لنا يا جماعة وابعتوا لنا، احنا في انتظار الجوابات الجميلة دي اللي بنفرح بيها جدا، ربنا يفرح قلوبكم، وفي انتظاركم في جوابات وميلات قادمة. اتصلوا بينا واحنا في انتظاركم، نقابلكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. احبائي المشاهدين، الفقرة الاخيرة، دايما بنسيب لكم فكرة بين ايديكم، تدريب تعيشوه وتطبقوه في حياتكم اليومية. تدريب النهاردة: ممنوع إهانة أو توبيخ أو توجيه أو اقتراح لأي شيء أمام الناس. الكلام ده البابا والماما سواء مع الولاد أو حتى مع بعض، حتى الكلام ده للزوجين، ما تقولش لمراتك ملحوظة قدام الناس، ما تقولهاش كنت لبست الفستان اللي مش عارف إيه بقى كان أحسن من إيه، ده مش قدام الناس خالص.
ما تعلقش على اكلها قدام الناس، ما تعلقيش على تصرف لابنك قدام الناس. قدام الناس دافع عن ابنك، قدام الناس دافع عن بنتك وابنك. في الاوضه قول اللي انت عاوزه، ده التربيه كده. قدام الناس ابنك غلط بدافع عنه، هو ما يقصدش. فكره ده ممتاز، ده كل بس دي يمكن زلت لسان، ده ما يقصدش كده خالص. خده في الاوضه قول له حبيبي اللي انت عملته ده مش صح، وانت بتحتفظ له بكرامته هيسمعك ويحبك. بابا وماما اسمعونا، نفذوا التدريب، كل زوج وزوجة اسمعونا ونفذوا التدريب، بينكم وبين بعض تفهموا وطلعوا دايما قدام الناس مرحبين وفرحانين، وبتقدموا ولادكم وحياتكم كأجمل ما تكون. أحبائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم مننا أرق التحيات. استنونا زي ما بنستناكم، وصلوا لنا زي ما بنصلي لكم. وإلى أن نتقابل سويا في الحلقة القادمة، لكم مننا أرق التحيات وأجمل الأمنيات.